صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هدير. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. الحقيقة إنه بقالنا يعني حوالي تقريبا أسبوعين كده وكل الناس بتتكلم عن الفيروس المخلوي وليه انتشر فجأة في الفترة الأخيرة وخصوصا ما بين الأطفال. هل هو فيروس خطير؟ هل هو وباء؟ أعراضه؟ إيه العلاج المتاح ليه؟ علشان كده يمكن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار عمل امبارح مؤتمر صحفي في مدينة ناصر الطبية، وضح من خلال هذا المؤتمر للرأي العام كل الأسئلة اللي كانت مطروحة قبل كده، وكمان وضح الوضع الحالي دلوقتي فيما يتعلق بمدى انتشار الفيروس المخلوي. طمن الناس بأنه الوضع الوبائي في مصر مستقر جدا الحمد لله، مفيش أي داعي أن الناس تقلق، ده فيروس عادي ما هواش وباء ولا أي حاجة، فيروس من 20-30 فيروس بيصيبه الجهاز التنفسي موجود من زمان زيه زي فيروس الأنفلونزا، والغالبية العظمى من الحالات بتعاني من نفس الأعراض الخاصة بدور البرد المتعارف عليه سواء سخونة أو رشح أو كحة. على أي حال يعني خلينا لو حبينا نقرأ في التاريخ هنلاقي أن الجذور بتاعت هذا الفيروس واضحة. رسالة الدكتور خالد عبد الغفار كانت واضحة ومطمئنة للجميع، لأن هذا الفيروس موجود من سنة 1956، يعني بمعنى آخر أن فيروس موجود من سنة 1956 وما عملش أي أوبئة، فمعنى ذلك أنه هو فيروس سهل ما هوش صعب. الدنيا ممكن ببعض العلاج ببعض الاهتمام يعني يزول بشكل سريع. طبيعي أنه هو طبعا ينتشر في فترة تقلبات الجو، وطبيعي أنه هو ينتشر في فترة بداية الشتاء زي باقي الفيروسات كلها اللي بتضرب الجهاز التنفسي عند الإنسان. عموما وزارة الصحة أكدت أن فترة حضانة هذا الفيروس بتكون من 4-6 أيام، بيصيب أكتر الأطفال اللي ما عندهمش مناعة كويسة. وزير الصحة قال أن لحد دلوقتي عدد الإصابات بلغ حوالي 1611 حالة، وأعراض هذا الفيروس أعراض بسيطة جدا، مفيش منها أي ضرر أو أي خوف حتى على الأطفال. هو الأكيد أن احنا خصوصا في فترة كورونا اتعلمنا بشكل كبير إزاي نقي أنفسنا من هذه الفيروسات وإزاي نتعامل كمان مع الإصابة. لو احنا بنتكلم على إصابة الأطفال وده منتشر في الأطفال اللي أقل من عامين، لو أنت عندك طفل مصاب أكتر من عامين بيروح حضانة بيروح مدرسة لازم يقعد في البيت وما يروحش الحضانة ولا المدرسة، لأنه طفل واحد يعدي فصل كامل. فلازم يكون عندنا مسؤولية مجتمعية يا جماعة تجاه بعض، ونلتزم لو طفل عيان يقعد في البيت وناخد بالنا منه من التغذية، ما نديش أدوية عمالة على بطال، ما نديش مضاد حيوي، لأن كل الأمهات ما شاء الله شغالة في المضادات الحيوية من غير ما تعود لطبيب، لأنه مهم جدا أن احنا هنا مش بنعالج الفيروس، احنا بس بنعالج الأعراض. يعني يا ريت الناس تخلي بالها، وكمان يعني ناس ما تشاركش أنها تنقل الإصابة من حد لحد، ونهتم بالتغذية السليمة وأنه العيان يقعد في البيت وياخد يعني قسط كده من الراحة وما ياخدش علاج غير بالرجوع للطبيب، لأنه زي ما كنت بقول لحضراتكم إحنا هنا بنعالج أعراض سواء بنتكلم على سخونية أو رشحة أو كحة، لأنه ما فيش علاج للفيروس نفسه، الموضوع كله بروتوكول علاجي للأعراض، ونسبة الشفاء بإذن الله بتكون مرتفعة جدا. بالفعل مهم جدا إن إحنا نركز على فكرة إن العلاج هو اللي يحدده هو شخص واحد هو الطبيب. يا جماعة بلاش موضوع حقنة البرد ده والنبي اللي البعض يعني بيستسهل وبيديها للطفل. الحقنة دي مضرة جدا وخطر جدا جدا، وبتكون مزيج من الأدوية الخاصة بالسخونة والمضاد الحيوي والفيروس وحاجات كتير جدا. على أي حال الدكاترة أو الأطباء قالوا أن هذا الفيروس لا يعالج بالمضاد الحيوي، هنا بيكون مصدر الخطورة. عشان كده بنقول الموضوع بسيط، ياريت نتعامل معاه باعتباره دور برد عادي جدا، أعراضه خفيفة جدا من غير مضاد حيوي، خد أدوية البرد بس، هياخد له من 4-6 أيام على أقصى تقدير وينتهي هذا الفيروس، وربنا يحفظكم ونصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر.